بغداد والرياض عن جملة اتفاقيات وصلت إلى نحو 13 اتفاقية، من بينها استثمارية واقتصادية وغيرها، فيما يرجح مراقبون أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين. وفد سعودي هو الأكبر على مستوى الوزراء في بغداد، وما في جعبته الكثير من الاستثمار، طارقين على أبواب التفاهم السياسي الذي وفر للبلدين مساحة وأرضية للذهاب أكثر في مجالات شتى، والاستثمار أولها. الاتفاقيات إن شاء الله سيكون لها إن شاء الله ترتيب آخر بإذن الله خلال الأسابيع القادمة، ولكن هي عبارة عن محاضر تم توقيعها اليوم الحمد لله في عديد من اللجان التي انعقدت بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة القيادتين السياسيتين في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيق. في مؤتمر مشترك عقد بين الجانبين أشار فيه إلى نحو 186 فرصة استثمارية، علاوة على الاتفاق لإقامة منطقة تجارية قرب منفذ عرعر الحدودي، على أن تتسلم بغداد منحة من الجانب السعودي بقيمة مليار دولار عطفا على بناء مدينة رياضية في العاصمة. تم إنجاز هذا الحمد لله، هذا المطمع الحقيقي لتقديمه للشعب العراقي في هذا الوقت، ولتقديم كافة التأشيرات التي تهم الأخوة الأشقاء في العراق، ويأتي على رأسها تأشيرات الحج والعمرة. اختتام الزيارة التي شهدت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في جميع المجالات، كما وحملت في النهاية افتتاح القسم القنصلي التابع للسفارة السعودية بالعراق لتسهيل منح التأشيرات، كما ووفقا للخطة الدبلوماسية فإن الرياض تعتزم فتح 3 قنصليات في 3 مدن أخرى دون تسميتها. سرمت فاضل رشيد،